على بركة الله مجاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، شوطنا الثاني ينطلق. هذا الشوط الذي خصص لحول المهجنات العصايل بعد ما تابعنا شوط اللعوب لسيد خلفان بن سيف بن زويدان، أيضا بن حضيرم خلفان بن راشد بن حضيرم اللي حققت الفوز والانتصار. ايضا نسير مع هذا الشوط وناخذ البدايه الاولى والمقدمه والمركز الاول. هناك من تصدرت القياده اللي هي العضبه لسعود بن علي بن سعود الوهيبي، بينما المركز الثاني الشايبه لعبد الله بن سالم بن هضع الشريفي. بينما المركز الثالث اللي وصلت فيه مجاهدين الكرام الظبي لحمود بن محمد بن حوته على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتواجد ايضا الشبابيه لسيد عيسى بن محمد بن خلفان على المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادم الظبي لسيد سعيد بن حمد بن هادي الاحبابي. هكذا التحدي والاثاره في مسار هذا الشوط، ونعود الى المركز الاول. العظبة لازالت على مقدمة هذا الشوط، تقود الصدارة، تقود المقدمة مندفعة بالمركز الأول. اللي على الصدارة لسيد سعود بن علي بن سعود الوهيبي، بينما الشايبة على المركز الثاني عبد الله بن سالم بن هضعة الشريفي على المركز الثاني، بينما
المركز الثالث تتواجد الظبي لحمودة بن محمد بن حوتة على المركز الثالث، بينما الوصول والتقدم من قبل أيضا الشبابية، الشبابية عيسى بن محمد بن خلفان على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك مع سعيد بن حمد بن هادي الظبي متواجدة في تحدي هذا الشوط على المركز الخامس. هكذا التحدي، هكذا الإثارة والمنافسة لست المراكز الأولى. نعود إلى صدارة الشوط وإلى المركز الأول والتقدم هناك مع البداية، مع القيادة، مع المركز الأول، مع حضور العظبة، العظبة لعيسى بن محمد لسعود بن علي بن سعود الوهيبي. نعود مع العظبة اللي على رأس الحربة اللي بدأت بعد عن بقية المراكز تقود الصدارة، واحدة من الأسماء المميزة اللي على المركز الأول العظبة مع أبو علي سعود بن علي بن سعود الوهيبي، مسيطرة بأداها الجميل بشعارها المميز على قيادة الشوط المتبقي 1500 متر عن خط النهاية. والصدارة مع العظبة مع هذه النوعية الفاخرة، هذا الشكل المميز وهذا الأداء المشرف على المركز الأول بحضور جميل مميز. الشايبة أيضا الشبابية، الشبابية بدأت تتحرك، سلالة أسد الميادين القادمة عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي بدأ يحرك الشبابية. المركز الثاني الظبي متواجدة، حاضر الظبي السيد سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز تتواجد الشايبة، الشايبة عبد الله بن سالم الشريفي يقدم لنا الشايبة، بينما المركز الخامس الظبي حمودة بن محمد بن حوتة. ولكن عودتنا إلى العظبة، إلى العظبة، إلى الكيلو المتر الأخير والتحدي الأخير، حركوا الجماعة. ولكن العظبة تغرد خارج السرب مسيطرة بهذا الأداء بلا أي أوامر بلا أي تعليمات، مسيطرة بهذا الحضور، مسيطرة بهذا الأداء بأول أشواط المهجنات، تقود الصدارة، تقود المقدمة، تقود المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام إلى أهالي العين، السلام إلى أهالي المسعودي هناك أيضا بهذا الحضور المشرف وبهذا الأداء الجميل اللي تقدم العظبة ما شاء الله تبارك الله. 500 متر خلاص لا منافس، خلاص بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأت تستعرض، بدأت تستعرض، بدأت تقدم هذا الأداء على السماعة، على السماعة، خلاص يا أبو علي خلاص
خلاص ادخرها للايام القادمه. ها هي ايضا مسيطره بلا اوامر، عصاتها فبطانها ما حرك ابدا. تهانينا والناموس من الان نزفها للسيد سعود بن علي بن سعود الوهيبي على فوز ايضا العظبه. ها هي البطله، ها هي النجمه هذا الشوط، استراحت المحارب 100 متر الاخيره. تهانينا والناموس لسيد سعود بن علي بن سعود الوهيبي، تهانينا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، تهانينا على هذا الفوز والانتصار بدون اي اوامر. المركز الثاني لسيد عبد الله بن سالم بن هضع الشريفي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث لسيد سعيد بن حمد بن هادي. المركز الرابع لسيد او المركز الثالث المركز الثالث ضبي لسعيد بن حمد بن هادي الاحبابي. المركز الرابع وصلت فيه الشبابيه عيسى بن محمد بن خلفان. خامسا مع الضبي لسيد حمود بن محمد بن حوته. 10 دقائق 16 ثانية، التوقيت الأفضل، تهانينا والناموس.